الصين وروسيا تمثلان خطراً على النظام العالمي، هذا ما أشارت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الأخيرة إليه، حيث خصصت صفحات متعددة لشرح كيف يمكن تقييد كل من البلدين. مجلة فورن أفيرز نشرت تحليلاً حول الموضوع، مؤكدة أن واشنطن تدرك أن الصراع في أوكرانيا قد يطول ويمكن أن يتصاعد بطرق تجعل الولايات المتحدة شريكاً مباشراً في الحرب. على الجانب الآخر، قد تحاول الصين الاستيلاء على تايوان مستغلة احتدام الحرب في أوكرانيا، إذ يمكن تصور انجرار الولايات المتحدة إلى حرب متزامنة مع الصين وروسيا. وفي ظل إمكانية نشوب حربين، تقف عدة عقبات أمام الولايات المتحدة، أبرزها أن التخطيط الدفاعي الأمريكي لا يتناسب مع هذا التحدي. في عام 2015 تخلت وزارة الدفاع عن سياستها المتمثلة في الاستعداد للقتال والفوز في حربين كبيرتين، وذلك لصالح التركيز على اكتساب وسائل القتال والفوز بحرب واحدة فقط. كما تتقادم كميات كبيرة من المعدات العسكرية للولايات المتحدة مع وجود العديد من الطائرات والسفن والدبابات التي يعود تاريخها إلى عهد رونالد ريغان. أيضاً تمتلك الدولة إمدادات محدودة من المعدات والذخائر المهمة، لدرجة أنها اضطرت إلى سحب جزء كبير من هذا المخزون الذي تمتلكه لدعم أوكرانيا. في المقابل تملك الولايات المتحدة ميزة واحدة متمثلة في تحالفاتها، فعلى عكس الصين أو حتى روسيا، تتمتع الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة مع العديد من أقوى جيوش العالم، كما ترتبط أيضاً بمعظم الاقتصادات القوية في العالم.